لحظه عبد اللطيف، جوابك عبد اللطيف. لحظة بيبقى على الخط على صوت موسيقى. جميل جميل ورائع جدا. نحن بنقول لك كل مشاهدينا رح يكون مع الكابتن عبد اللطيف ابو هيف وزوجته منار، وطبعا اسماء عربية لامعة في امريكا ما رح نحرمكم من شوفتهم، بس بوقفة غنائية صغيرة هيك قبل ما نقطع عليكم، ورح يبقوا معنا لنرجع نطلع على استراليا. انما منسينا صابرينا ايمان، لنشوف صابرينا اللي قاعدة بالمطبخ شو عقلة صابرينا وهادية. لا كبسة هايلة، بس وين الرز؟ لسه بعدين كمان شوي. شو بعد في بعد شوي؟ حطيت البصل والبندورة. شفتك أنا وعادي عم بحكي البصل والبندورة وقليتيهم. وشو كمان هلا شو بدنا نحط؟ وبعدين حطيت طماطم بندورة. الطماطم يعني البندورة. عم بتخبرينا عن التيراميسو؟ لا 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 ما في. لا هيدي تحت الهواء. شو قصة تخبريك التيراميسو؟ ما بتتخبر على الهواء. فاجأتيني. فينا نطلع بريك تنسمع الخبرية. فضوليتكم أو بعد الهواء يمكن ما أنطركم. تيراميسو الخبرية اللي خبروني إياها ما بتتخبر على الهواء. لأن كنت أعمل بوقتها كل خبرية، كل طبخة خبريتها العالمية ليش تسمت هيك، مثلا الكرواسون منين إجت من وقت الفتوحات، كل خبرية إنه كل أكلة إلها قصة معينة. فوقت خبروني الترياني التيراميسو طلعت على الهواء قلت لهم الأكلة طيبة بس الخبرية ما في خبركم إياها. خبركم إياها لكم بعدين. بيتصلوا فيكم هلا بنصير كل ما نحضر التيراميسو بدنا نتذكرك ليليان. طيبة كثير أكيد التيراميسو. شهية طيب. جدا. بدنا نحكي كمان عن مبادرة امرأة نعم اسمها ليليان اندراوس نعم اطلقت يوم الرجل العربي. الله يسامحك هالغلطة. غلطة قوليك؟ لا اكيد اكيد، وبالعكس انتم اللي شجعتوا. يمكن استغربوا كثير العالم، واكيد هيدي الفكرة حتى من هون من زميلتكم الشرق إذاعة الشرق، كنت مع إكرام سعد يوم المرأة مستضيفتني لنحكي عن المرأة. أنا وجاية على الطريق المرأة وعم بسمع بالراديويات كلها، قلت أنا لو كنت رجل شو كان شعوري بهالوقت؟ كنت قلت المرأة والمرأة خلصنا بقى يا مدام ويا يا ست ويا عزيزة اطلعوا من راسي. فأنا وعلى الهوى ما قلت لها بتعرفي دخل على راسي عبالي أعمل يوم للرجل حقه. طيب هالرجال مش على طول هو المعنف، هو العفوان المغتصب، هو كل شرور الدنيا فيه. صحيح هو احيانا شرير بس مش كل الشر منه هو طالع كمان. مش كلهم شريرين. مش كلهم شريرين كمان من دون غمزه. مش كلهم شريرين. فقلت طلعت بالفكره، فتشت انا اكيد لتطلعي، كنت عم نحكي بيريت تحت الهواء انه فكره بدك تعرفي اذا حدا عملها. طلع في حدا سبقنا بالعالم ككل عاملين يوم عالمي للرجل مع الدكتور بروفيسور هو جيروم تيلنسينخ من ترينيتي توباغو امريكا اللاتينيه، دكتور بيعلم تاريخ وحكيته انا هذيك المره. بس تصوري من ايمتى عاملين هاليوم؟ 1999. حدا كان سامع فيها اليوم؟ 50 بلد على 300 بلد في العالم حدا حاكي عن الرجل. فاكيد ما بحق لي عالميا، قلت ليش ما بيكون في يوم العربي؟ لان في يوم المراه العربيه اللي اقترحتها بوقتها السيده بهيه الحريري كمان على منظمه المراه العربيه. فقلت لنكون، وقررت انه يكون ب 8 حزيران باذن الله. ليش قررت ب 8 حزيران اول شيء؟ لاسباب كثيره. اول شيء ب 21 حزيران يوم الاب. صح. يكون كمان بما انه يوم المراه عيد الام. بأدار. بتعرف انت يوم عيد الام عالميا هو ب 8 ايار. ايار وحتى بشمال افريقيا بالجزائر وتونس بعيدوها، واحيانا في ناس عندهم بسبتمبر وناس باكتوبر. انما الصحفيين الكبيرين المصريين مصطفى وعلي امين هن اللي ارادوا ب 1956 يكون فيها يوم عيد الام ب 21 ايار مع عيد الربيع. 21 اذار. عفوا اذار. فاذا مشان هيك ب 8 ايار عيد يوم المراه العالمي، 21 اذار يوم عيد الرجل، هو عيد البي ب 21 اذار يوم المراه العالمي. 8 اذار المراه العالمي، 21 اذار عيد الام. سو حطيتي 8 حزيران يوم الرجل العربي، و 21 حزيران بيكون عيد الاب. بيكون رجل شهر الرجل. شهر الرجل شهر يعني. بامتياز. عن جد بحق له الرجل، لان الرجل كمان عطى. هلا ما بقى عندي وقت كثير، بعد في عندنا بس 7 دقائق بدنا نحكي عن برامجك على الاذاعه، بس هيدي البروسيدور يعني
انت اطلقتيها مع وزاره الاقتصاد يلي هي اخذت منها. لا بناخذ دائما افكار، كنا عم نقول كل فكره بتطلعي في او شيء بتشوفي انت بالملكيه الفكريه، واطلقتها من نادي الصحافه كمان كان معالي الوزير محمد ريش اللي بنقول له الف مبروك. الف مبروك مبروك العريس الجديد اكيد، وكان اكيد الوزير شربل مروان شربل وكتار دكتور وليد مسلم، يعني ما يزعلوا من المعدل. اوكي بصيت الرجل العربي صار في عندي بدنا بتعرفي قالوا لي ليش مش بس تكريم له، اذا الرجل معنف اذا الرجل ظالم اذا الرجل شرير كمان بدنا نشتغل على تربيه الرجل من نشاته من طفولته لحتى نساعده نفسيا وتكون المراه نحن جنبه وهو جنب. وما ننسى كمان انه الرئيس كميل شمعون سنه ال 56 52 كمان عطى المراه اللبنانيه حق الترشح والتصويت، مش بس حق التصويت، يعني في رجال قاسم امين كمان في العالم لحريه المراه وتحريرها فعلا اشتغلوا طبعا لحريه المراه وحقوقها. وما ننسى شغله بيني وبينك ما بدنا نطمعهم بيني وبينكم حدا يسمعنا انه انا وانت وبيرات ما كنا موجودين لو من الرجل، لان لحتى ينجبوا الطفل لازم اكس واجراج، الاجراج هي اللي بتقرر وجودي بالحياه. خلص فلو من الرجل انا مش موجود. انا بلش يقطع قلبي صراحه بدنا نغير الموضوع بلش يزعج الموضوع. اوكي فيش خلقك وشوشات الليل، فيش خلقك برنامج اسبوعي ساعتين كل اسبوع، وشوشات الليل مرتين بالشهر كمان ساعتين كل مره. شو مضمونون؟ لا انا بتقولي لي على السريع فيش خلقك هو برنامج ثقافي اجتماعي اسبوعي مع السياسيين مع كل العالم، هاي اذاعه لبنان، على اذاعه لبنان وعلى طول على طول بنكش، لاني انا عالمه اثار كمان عن التنقيب، وين في جديد طالع مثل ما قلت لك كل شيء بالعالم سباق وفي كثير اشياء جديده ببعد باخذ العالم على كوكب جديد فيه فرح سعاده امال واحلام. وشوشه الليل هو العالم الاغتراب، عم فتش على المبدعين اللبنانيين، عالم الاغتراب واللبنان، اعلام من لبنان، السيره الذاتيه لحتى نكرمهم معنويا اذا لم عم بيتكرموا. دائما ليليان بمسيرتك كان فيها اللفته الى المبدعين من لبنان. اكيد اكيد، يمكن هون ذكرتيني على المبدعين، كنت اول وحده بعمل مقابله مع زياد الرحباني على شاشه التلفزيون، وهيداك النهار من عمري لا انساه ابدا، وبقول له اشتقنا له ما عم نسمع صوته هالايام. بكره بيطل فجأة من حيث لا ندري، يعني كان يوم افنتشر مغامره من حياتي مع زياد. يا حياتي مع زياد يعني هاي المقابله كان بجنن رائع جدا. هذا شيء مضحك بس مبكي. ما في شيء مبكي بتهيألي، مقضينا ضحك العالم وين ما كان يعني. واذا بتعملي مسرحيه بكي ما بيجي حدا اساسا، بيبكوا بالبيت الظاهر وبيجوا بس بدها تكون ماشي ماشي منيح ليفل خلص بكفي. لا انه لقلك انه هلا الحكيم بيوصف لك تبكي بس تحسي بدك تبكي لانه ما تحكي تنفيسه. ايه تنفيسه. فبس انه كثره البكي كمان يعني في شيء منها مزبوط، بس ما هلا يعني الحكي ما عليه جمرك هلا بس يعني ما حش معقول. هلا اكيد مع احترامنا لموقعي كانه هو قلب الادوار، صار هو عم بيناقشك ويقنعك بالمواضيع. ما بقدر اقول لك كل اللي محضرته، قلت له عم تسعى، قال لي قديه صارت 10 الا ربع مش عم بسعى هلا، عم بقول لك قلت له ضبينا الوراق خلصنا. كان نهار حتى عمل كونياك ما بعرف شو، عملنا توت اخر شيء بنشتم عملنا له توت، كان جورني ماراثون بوقتها نشره الاخبار ما طلعت، حطينا زياد الرحباني يعني يوم من عمري. قلبت البرامج يعني والتوقيت يعني شو بدي اقول لك؟ ليليان هو من بين الاسماء اللي اثرت فيكي خلال مسيرتك، لانه كتار يلي قبلتيهم كلهم فيهم القدر والقيمه كلهم، يعني حتى اذا يوسف شاهين هذاك اللي شتمني يا بنت المجنونه يا بنت المجنونه قال لي اياها، صوفي مرسو، ايزابيل هجم، هن مصار المصريين بيشتموا بدلع بدلع بدلع، انه بيقولوا لك كلمات هيك بتفكريها انت كلبنانيه شتيم، بس هي عم بدلعوكي يعني. ايزابيل اجاني التقيت، صوفي مرسو تركت حالي على كان وركض بالرملات لحتى عملت، يعني ذكريات كثير حلوه اذا بدي اقول لك، ارشيف نتفرج على الصور حلوين كثير. كنت عم اقول لك ذكرتيني بطفولتي ببدايتي. ايه بطفولتك يعني شو قد كان عمرك؟ ايه بالتعشيط بلشنا بيحسبون حاسبينهم. بياريت بياريت بعزك كثير من قلبي ورح كمان عن جد. ميرسي على لقائكم ومنى وكلكم. خلصنا بعدنا خلصنا بعدنا نسالك في شغلة كتير مهم بدنا نضوي عليها. دقيقتين. مبادرة قمت فيها مع وزارة الصحة مع الوزير وائل أبو فعور، كان هو بوقتها وزير صحة، وهي يمكن بتهم كتير سيدات عانوا من مرض السرطان واستأصلوا الثدي.
طبعا كل الناس عارفه انه بعد الازمه المرأته بصير الواحد يحس اكثر مع غيره وبيسمع مشاكله، فكنت بالقصر الحكومي عم بعطي شهاده حياه مع السيده لما سلام يلي بحيه تحيه كثير كبيره، فطلبت وقتها من المدير العام دكتور وليد عمار وكان وزير وائل ابو فور فكره مجنونه، قلت لهم على القليل اربع ستات لان هيدي تعتبر عمليه تجميليه، ما بيقدروا الستات لان هي بتاثر على عاملهم النفسي اكثر من الجسدي مع اولادهم مع ازواجهم. قال من اكيد بنشوف فيها، بعد سنه بيدعوني على وزاره الصحه، طلعت المفاجاه، قلت له والله افتكرتها فكره مجنونه، قال لي طلع لك مزير ومدير عام مجانين كمان، وتحققت الفكره. مدير عام مجانين يعني صارت وزاره الصحه هي بتتكفل بتكاليف العمليه الترميم يلي بتكلف لشي 15 ألف دولار مينيموم يعني بالحياه، وهيدي ما بتصير، معلش يا لبنانيه ما نضلنا نقع دولتنا، في اشياء كثير حلوه دولتنا عم نعملها. انت وقتها اطلقت هالمبادره لاربع سيدات بس عملوها لكل السيدات، هلا صارت لكل السيدات، خلينا نوضح يعني لكل السيدات. وانا كيف احنا عم نحكي عن البلد، فاحنا بنحيي كمان اليوم الجيش اللبناني وكل نقطه دم بتسقط بهالوطن، وانتم الاعلاميين وكل العالم المقاومه، الحياه على طول بتكون بطريقه فنيه، مهرجاناتنا عندنا اثنين لبنان، خلينا نروح للبنان المهرجانات الفرح السعاده يلي هو بيكون مثال لكل العالم فيها ويحمي هالوطن يا رب ان شاء الله يا رب. بدك تختمي على طريقتك هلا مع المشاهدين. يا الله ما بحس ما بحس بالوقت عندكم، ما بنحس بالوقت وقت بتقولي معنا، بحس حالي انا عم بقطف المستقبل من قلب المستقبل، وان شاء الله يكون كل المستقبل لكل الناس حلو وسعيد يا ربي، والكم مثل ما كنت لكم وراح ان شاء الله بدل بقلكم على طول، حلوين طيبين بحبكم من كل قلبي. نحن بنحبك كمان كثير ريلان اندراوس، ما بينشبع منك عن جد، بتجنني، يعطيك الف عافيه وشكرا لحضورك. شكرا لكم. معك رح نكون عم نختم حلقتنا لليوم، نتمنى للمشاهدين نهار احد حلو ممتع، بكره لقاء جديد على 7:30 باخبار صباح. باي، ثانك يو.